هاي. إذا كنت مريض بريسبيراتوري إلنس برشح أو جريب وحابب تعرف شو تعمل، لازم أول شغلة إنه تتصل بطبيبك قبل ما تجي على المستشفى. إذا في داعي هو بيقول لك إنك تجي، وإذا جيت على المستشفى لازم تغسل إيديك قبل ما توصل على المستشفى، كمان تحط الماسك السيرجيكال ماسك الطبي تحطه قبل ما تفوت على المستشفى أو تروح على الأماكن اللي لازم تروح عليها.